محمد خليل بحري رياليزاتور سينيماتوغرافيك، باك جراوند فيها برشا كليبات، ديكور ميتراج بلوتو، دي زيميسيون، أول مرة فيها لون ميتراج سور غرون إيكران، فيلم الآخر نفس اللي تلقاوه إن شاء الله على ارتيفاي. ماهيش سهلة صعيبة، أما عندها شارم نتاعها، سورتو الكادر كان صعيب شوية معناها كورونا و بلوس كو سا، فما مشكلة نتاع فلوس من الأول كانت اللي الحمد لله تجاوزناها، ديفي صعيب أما الحمد لله نجحنا فيه، وإن شاء الله يعجب العباد كيما عجبهم في السينما، إن شاء الله يعجبهم المرة هذه سور بلاتفورم. الاخر نفس هو ميلونج ما بين الكادر بوليسي البسيكودراما ثريلر، في برشا قضايا تعالجت، قضايا نشوفوا فيهم كل يوم في تونس، طبيب يعيش في حياته كاري مع مرته وعيشته محلاها على الاخر، للي نهارت امه اللي ماتت عام ونص التالي ولا تجيه في المنام، عطاته ديسيني اللي خلاته يرجع يشوف الحكايه متاع موتها، ومن هنا باش نكتشفوا اطوار الحكايه والخرافه نتاعها. الاخر نفس اون هيستوار فري صارت في فرنسا عام 1886، قصه ان ريشار فرونسي اسمه لوي كاديو، خذينا الهيستوار هذيك ادابتيناها على تونيزيان، استعملنا الموروث التونسي، السحر، الشعوذه، الحكايه هذوكم، ومن غادي نشوفوا رحله البحث نتاع الحقيقه تو نكتشفوها سور ارتيفاي. بالنسبه للكاستينج في الاخر نفس كان ان بو سبيسيال، دونك كيما نشوفوا لي تيت دافيش براتيكمون كلهم معروفين في الكوميديا، خذيناهم حطيناهم في البسيكودراما وفي الثريلر، كيما بسام الحمراوي، يروى بن اسماعيل، وليد الزين، مالك بن سعد، سامح سنكري، وجوه تعرفت بالكوميديا، ما نحب ننسى حتى حد بالحق، فرحان على الاخر اللي تعاملت معاهم. اون بليس كو سا فما وجوه جديده كيما كوثر الذوادي، كيما شيراز حيدوري، عندهم شويه اكسبيريونسات في التلفزه، مي اول مره في رول باللومبلور هذيك وبالكبر هذاك. اوريزمون فرحان على الاخر اللي توجدت الالترناتيف نتاع لي بلاتفورم توا، فيو كيما نعرفوا الكادر اكسترا معناها اكسبسيونيل، اللي فما الكورونا لعبت خايفه من السينما من التجمع كل شيء، هانا جيناكم لدياركم من بلاتفورم تونسيه منكم واليكم، ان شاء الله يا ربي الاولانيه هي صحيح، ان شاء الله ماهيش الاخرانيه، وان شاء الله ننجحوا مع بعضنا، وان شاء الله محمد خليل البحري وارتيفاي والاخر نفس ديما الفوق.